السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم ونبارك على حبيبنا وقدوتنا وعظيمنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه، وارض اللهم عن أصحابه الطيبين الطاهرين المباركين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وعن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان من المتأخرين إلى يوم الدين. اليوم الموعد مع الحلقة الرابعة من حديث اختصام الملأ الأعلى. Today is the fourth round of the class of اختصام الملأ الأعلى, the argument between the angels, which related to the dream of رسول الله صلى الله عليه وسلم before one of the Fajr Salah in his life, blessed lifetime, صلى الله عليه وسلم. كنا قد تكلمنا بفضل الله وحوله وطوله ومنته عن الكفارات والدرجات. فمن يستطيع أن يذكر لي الكفارات؟ تفضل. إسباغ الوضوء على الكريهات، كسر القطع إلى المساجد، نقل الأقدام إلى الجماعات، آخر حاجة الانتظار في المساجد بعد الصلوات. ما شاء الله. The brothers here, they memorize very good. And I'm sure sisters memorize too, but I cannot ask them. I have no access to that. So they said to make a good wudu without wasting water. That's number one. Number two, to keep going back and forth between the masjid and wherever you at, the house, the business, even in the street. Number three, to stay for a while after Salah. And especially like now, if you stay between Maghrib and Isha, and a little bit after Isha, this is the blessing, this all kafara helps you to get rid of your sinful deed. And none of us, but he's desperate and dying to get rid of his sinful deed, and love to see his records clean. It's impossible unless we receive a mercy from Allah. طيب. وكنا نتكلم أيضا عن الدرجات. فمن يستطيع أن يخبرني عن الدرجات؟ الأشياء التي ترفع درجتك في الجنة. ومش كده حاجة انت حتصار تمسكك كويس للفضل. الاستغفار. نعم هو الاستغفار ولكن ليس في الحديث. يعني مش كل اللي انا قلته في الحديث هو اللي يمنع الدرجات هو اللي يرفع درجات. ولكن احنا بنتكلم عن الحديث. قال صلى الله عليه وسلم لا هذا حديث اخر. انت يعني كثرة المعلومات يعني تداخلت عندك. تفضل حضرتك. انا تصورت ان حضرتك رفعت يدك. طيب ها طيب اساعد. لا حول. تفضل. هاي بس اساس الكفارات. اما الدرجات بارك الله فيه. لين الكلام. لين الكلام. ايوه مين اللي قال اطعام الطعام؟ ركز عليك. واطعام الطعام والصلاه بالليل والنافله. انت احسنت. نعم. ف
فثلاث أشياء ترفع درجتك في الجنة: لين الكلام، يعني رجل كبير في السن لا يفهم ما تفهمه أنت مثلا من السنة، قد يكون، فلا تتكلم معه بغلظة، تكلم معه بلين، حببه إلى السنة، خليه يحب السنة، خليه يكره السنة، لأن أحيانا أنت ممكن تكون سبب أن بعض الناس يترك السنة بالكلية. ليه؟ عشان بتتكلم معاه، بتتكلم وما بتاخدش في الاعتبار فرق السن، لازم تتكلم باحترام انه اكبر منك سنا، عبد الله قبلك، قد يكون عنده بعض نقص في المعلومات، ولكن انت عبدت الله بعده، يمكن يكون الفرق 10 سنين 20 30 50، فهو عبد الله قبلك، فهو احق ان تحترمه وان ترق له وان تخفض له جناحك، مش عشان يبقى انت عندك شويه علم تنفش ريشك على الراجل او تنفش ريشك على الست العجوزة، لا. So the things to help you to elevate yourself gradually into the paradise: number one, to speak politely with everyone, and you have to consider that the difference of the age between you and him, not because you have knowledge, so you speak to the elder people in a disgraceful way, in a humiliated way. You have to consider that they knew Allah before you, and they maybe loved Allah before you, and maybe they prayed 20 or 10 or 30 years while you still baby, they put the diaper for you. So you have to consider this, because this will keep good relationship between you and the elder people, even if they have less knowledge about the sunnah. So you have to convey the sunnah to them in the best way, soft way. لين الكلام وإطعام الطعام, to feed people, to invite some people, strangers or whatever, to your house. But of course, don't invite anyone from the street. It's a known person, maybe he will put you in trouble. I mean, if you are in the masjid, you find a Muslim brother or Muslim sister, they came from far away, they are resting for a while in La Kawana masjid, in that case, no problem to invite him even to take a cup of tea and a cup of biscuits or crackers or whatever, or even cookies. It'aam al-ta'aam, whatever you have, you don't have to exaggerate the issue. No, you whatever you can give away. But if you get married, may Allah help all those single guys to get married soon. Inshallah, single guys. I repeat, single guys. We don't want a problem with you, right? The sisters, they are. I hear that they were full in khutbah al-Jum'ah. Wallahi al-fadl minna. So we don't. To irritate them. We want to keep coming, inshallah. So, single guys to get married, male or female to get married, alhamdulillah. Number two, so you make a walima. You make a walima to invite every possible one according to your ability to eat some from this walima. In that case, you are feeding the others. Do you memorize Surah Al-Insan? Listen what Allah said in Surah Al-Insan. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ليه بنعمل كده؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. To avoid
the evil of the day of resurrection, the evil of the day of judgment. Feed the people. Feed fi sabilillah, for the pleasure of Allah. Do you know? Everybody will be resurrected and we will stand naked, gazing toward the heaven for 40 continuous years. No one can go anywhere. 40 continuous years, you're just waiting, shaking, so afraid, and the angels keep descending and line up, keep descending and line up. Billions of angels, billions of angels. You want to know from where we get that huge number of billions of angels? أتريد أن تعلم ما يصنع الناس وقوفا عراة حفاة خائفون وجدون عرقا في عرقهم، منهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ أنفه فلا يكاد يتنفس. والملائكة تتنزل صفوفا صفوفا لا تنقطع، بلايين الملائكة. فمن أين أتينا بهذا الأمر؟ من أين أتينا بهذا العدد الغريب؟ يقول الحديث صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد يسبح الله عز وجل. فكم أربع أصابع في هذا الملك الواسع لله رب العالمين؟ أتدري حجم هذا الملك؟ أتدري حجمه؟ يقول العلماء بأقصى اجتهاد له، ما بال هذا الصبي يقف هكذا في أيبول هو؟ إن كان يقول لا تفزعه، دعه ينتهي ثم اسكب بعض الماء، ولا هو زعلان؟ لا ما زعلوش، لا ما زعلوش. أنا تصورت أنه ذهب، مش عارف يروح محمد ولا واحد. الله المستعان. بالمناسبة سألني سائل: لو ابني في الصلاة حصر وبدأ يتململ ماذا أصنع؟ أخرج من الفريضة؟ قلت له أخرج، لأنك لو بقيت سيبول على نفسه ويبول في المسجد وسيضربك الناس، ثم أنت لن تركز في الصلاة، لن يكون خشوع في الصلاة، خاصة لو كنا في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة. وكان صلى الله عليه وسلم يسرع بالصلاة، ينوي الإطالة، ولكنه يسرع لما يسمع صوت صبي يبكي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يعلم أن أمه خائفة وجلة من أجل بكاء صبيها. فالحديث يقول: ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك ساجد أو قائم أو راكع. والعلماء يجتهدون فيقولون إن هذا الملك العظيم فيه ما يقرب من أكثر من 115 بليون مجرة كونية، أكثر من هذا العدد. والمجرة الكونية الواحدة فيها أكثر من 250 بليون مجموعة شمسية، فإحنا مجموعة واحدة. فلله الملك، لله الملك والملكوت ذي العزة والجبروت. From where we get that number؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم he said you cannot find the area of four fingers. Try to look at your four fingers together in this universe, except there is an angel in that place
standing, worshipping Allah, or in ruku' position, or in sujood position. And this unbelievable universe, is scientists, they said, it has some 115 billion galaxies. And each galaxy has some 250 billion solar system. And our universe, our small universe, is one solar system, consists of sun and the 9 planets. So this is how huge is this kingdom of Allah. And what above that is unbelievable. Multiplied billions of times. This is what we see. And you know all what we see? All what they target, all what they record, all what they can monitor? This is the decoration of the lowest level of the heaven. Such a decoration. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. The lowest level of the heaven is decorated with all what people can see with electronic telescopes or by naked eye or whatever. That is all the decoration of the lowest level of the heaven. What about the space between two heavens? Traveling 5 years, traveling light speed. What about the second level? Allah knows what's in it. And the space between the second and the third, and then the third, and so on, till you reach the seventh level of the heaven. And above the seventh level, there is a known area. Above the unknown area, there is an ocean. Above the ocean, there are eight great angels carrying Arsh al-Rahman. Not because they are strong. The distance between the ear loop and the shoulder of each one of them traveling 500 years light speed. Unbelievable creation. And above that throne, Ar-Rahman ala al-Arsh al-Shawwa. Above that, the Almighty Allah has established himself in the way he knows of us. We cannot take anything extra than that. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Oh my God, unbelievable Quran. Wallahi al-Azim, unbelievable. If you understand the Arabic language, as you read tafsir, you cannot sometimes believe what you read. But because Allah is able to do anything, you accept it from that point of view. Back to our issue. We have another proof that the number of the angels is uncountable number. في السماء هناك بيت إذا سقط من السماء فوقع على الأرض وقع على البيت الحرام سواء بسواء على الكعبة. في السماء البيت المعمور. لو سقط من السماء على الأرض لسقط فوق الكعبة. هذا البيت المعمور يطوف به في اليوم الواحد 70,000 ملك لا يرجعون إلى يوم القيامة منذ أن خلق الله الخلق إلى يوم يرث الأرض وما عليها. Try to figure if the universe life is billions of years multiplied by 360 days multiplied by 70,000 angels, let's see if your calculator can figure out that number. 70,000 ملك يطوفون أنت تطوف الأرض وسبعون ألف ملك يدخلون البيت المعمور يطوفون حوله فلا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. 70,000 بنين والملائكة لا تموت. مش هنقول 70,000 وماتوا. لا، الملائكة لا تموت. Angels don't die.
But they will die like everything else on the day of judgment. Except for the four top angels. Jibreel alayhi salam. Israfil alayhi salam. Mikael alayhi salam. وملك الموت عليه السلام. فأول فمات الخلائق كلها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. The four top angels will remain alive. But after that, Allah will call angel of death, alayhi salam. Everybody dies. All the angels die except the four top angels. But once those only still alive, Allah will call angel of death, alayhi salam. And Satan, who's still alive, and he knows this. فَيَدْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلِّ مَلَكِ الْمَوْتَ يَقُلْ لَهُ يَا مَلَكُ الْمَوْتَ من بقي عليها حيا. فيرتعد ملك الموت ويقول ما بقي إلا أخي جبريل وأخي ميكائيل وأخي إسرافيل والعبد الذليل الماسي أمامك يا رب العالمين. فيقول يا ملك الموت اذهب فاقبض روح جبرائيل. فيموت جبرائيل ولكن ليس من الصعق بالأمر المباشر. ثم يدعوه من بقي حيا فيرتعد ويقول أخي إسرافيل وأخي ميكائيل والعبد الذليل بين يديه. فيقول اذهب فاقبض روح إسرافيل ثم ميكائيل. ثم يقول من بقي عليها حيا فيرتعد ويقول ما بقي عليها إلا العبد الذليل بين يديك يا رب العالمين. فيقول له مت يا ملك الموت. فيموت. وهناك حديث ضعيف تعلمته من أول شيخ لي في أمريكا عام 79. يقول ملك الموت إذا عانى سكرات الموت وعزتك وجلالك لو علمت ما في الموت من سكرات لسألتك أن تعافيني من هذه المهمة. وأقول أنه ضعيف لما؟ لأني لم أقف له على سند قوي. Everybody will die. Then Allah will call angels of death and will tell them who's still alive. He will be shaking, speaking, saying none but my brother Jibreel, Israfil, Mikael, and your emulated servant. He means himself, angel of death. He would say to him, go take the soul of Jibreel. Jibreel would die. Go take the soul of Israfil. Israfil would die. Then Mikael. Then no one left behind except the Malakul Maud. Allah would say to him directly, die. And back to our issue, الملائكة كثيرون جدا أكثر مما تتخيل. ثم يكون نرجع إلى ما اختلفوا فيه الملائكة. وإذا علمتم مني أني نسيت نقطة أن أكملها ذكرني. والله أنا أجهل هذا الأمر سأراجع إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخ الفاضل يقول ملائكة عرش الرحمن. ملائكة عرش الرحمن تحمل العرش بأمر الله عز وجل يعينهم على الحمل. فلو أنه ماتوا لن يتأثر العرش، لن يتأثر بحال. فلا يتصور متصور أنه لو مات ملائكة حملة العرش فمن الذي يحمل العرش؟ هو أصلا محمول بقدرة الله.
ليس بقدرة الملائكة. فلا أحد على البسيطة لو جمع كل الخلائق وكل الملائكة لحمل عرش الرحمن لعجز عن ذلك، ولكن قد يكون له أصل أن أجهل، فسوف أراجع إن شاء الله فأتعلم أكثر. المهم أن الملائكة تتكلم في الدرجات، والدرجات هي لين الكلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس النيام. ثم قال النبي صلى قال الله عز وجل النبي تمنى أو سل الله سل in the continuing of that to proceed with the hadith which is spoke earlier. Allah asked Rasulullah صلى الله عليه وسلم to ask whatever he wish. He said اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربني إلى حبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن حق فادرسوها وتعلموها. انتهى الحديث. آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم answered the question of Allah what is kafarat, what is darajat. Allah asked him to wish something. He didn't wish anything. He didn't wish a palace out of gold. He didn't wish anything of that. He didn't wish to survive forever. But he wished the love of Allah. To be granted the love of Allah. Allahumma nis'alka. He wished to do the best of deeds. اللهم إني أسألك فعل الخيرات to do the best of it وترك المنكرات and to avoid the sinful deed وحب المساكين to love the poor people to love people among them to love help them to have emotional feeling towards them to be affectionate towards them وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي and to forgive me and to accept my repentance وتتوب علي أن تغفر لي وترحمني send the mercy upon me وتتوب علي if I'm doing something wrong just accept my repentance and purify me. وإذا أردت فتنة في قوم and if you wish to trial my people فتوفني غير مفتون. So take my soul. I don't want to stay among any fitna, any trial maybe I cannot stand for. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. And he proceeded صلى الله عليه وسلم saying ثم استجبت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك حبك grant me your love وحب من يحبك grant me the love of those who love you almighty Allah وحب عملي يقربني إلى حبك and the love of doing something to please you with. رسول الله صلى الله عليه وسلم said إنهن حق. This supplication in that particular dream of Rasulullah صلى الله عليه وسلم is not just a dream. It is haq. It is true. It is fact. It is like revelation. فَدْرِسُوهَا So, memorize it ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا أَوْ وَتَعَلَّمُوهَا and study the meaning of it. الدرس هو الحس والتعلم هو أن تفهم معنى ما كنت تدرس ما حفظت تفهم معنى ما حفظت فلا تردد بدون فهم لا بد أن تردد بفهم فيطمئن قلبه. كلنا يحفظ الفاتحة ولكن من يقرأ الفاتحة بفهم
تجده لا يريد أن ينهي الفتح، إنه يشعر بمعية الله عز وجل ويستشعر ما يرد به الله على كل آية يقرأها هو في صلاته. If you understand what you memorize, that will be highly preferred for yourself to understand what you're reading, especially in Salah, especially the Fatiha, because every verse you will read from the bottom of your heart. So you will be responding to the ayat in the best of way. Not to just read like a ballad or like a record set or whatever, or a machine. No, you read with feeling. This is what we call it khushu'a in salah. هذا هو الخشوع في الصلاة الذي أنت ستجزى عليه الدرجات العلى بإذن رب العالمين. إلى هنا انتهى الحديث، ولكن بقي فيه جزئية هي ما كان في أول الحديث. Up to here, the hadith as a text is done, it's finished. But still a point, the dream. Can we take ahkam from the dreams? Can we count on dreams to lead us in the life? What are the dreams? هل يمكننا أن نعتمد على ما نرى في الرؤيا؟ فتوجهنا إلى وجهة محدودة، فهل هذا جائز في شرعنا؟ أم أنه له ضوابط وأحكام؟ طيب، وما هي الرؤية أصلاً حتى نعرف؟ الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة. الرؤية الصادقة، أن ترى رؤية صادقة تعدد، الرؤية الصادقة تعدد ماذا؟ جزء من 46 جزء من الوحي أو من النبوة، من النبوة. طيب ليه 46 جزء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي قبل البعثة 6 أشهر كاملات لم يرى رؤيا إلا أصبح وقد جاءت كفالة الصبح، كان هي تمهيد للنبوة أن يرى الرؤية الصادقة. So what is رؤية؟ الرؤية to see something in your dreams. And this is one kind of the dream. الرؤية one kind of the dream. We will explain it, inshallah. الرؤية equal one part out of 46 parts from the prophecy. So whoever Allah will grant him that to always see an accurate vision, accurate dream. This as if Allah granted him one share out of 46 shares of the prophecy. Why 46 shares? Because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, before being the messenger of Allah, he spent 6 continuous months seeing dreams, and in the next day, dreams becomes as accurate as he saw it exactly in his dream. His dreams come true exactly. No differences. This is what we call it al-ru'ya al-saliha. فَذَا هِيَ أَقْسَانَ الرُّؤَى فِي الْمَنَامِ. هي 3 أقسام. رؤية من الرحمن، وهي ما نقول أنها جزء من 46 جزء من النبوة. القسم الآخر رؤية لنفسك أنت، لنفسك أنت، زي ما المصريين بيقولوا حلمك عن إيه؟ لين أحد مصري؟ المصريين بيقولوا حلمك عن إيه؟ عيش. يقول لك حلمك عن إيه؟ عيش، جعان، عيش يأكل. لو أنت نائم جوعان ماذا ترى في منامك؟ طعام وشراب، تأكل وتشرب. لو أنت نائم محصور ماذا ترى في المنام؟ أنك تبحث عن حمام. هذا من نفسك أنت.
فهذا لا هو صادق ولا هو كاذب، وهذا شيء تحدثك به نفسك. يعني أم كل أم الغصة أم روح الحمام، شيء من هذا القبيل. والقسم الثالث من الشيطان، نعوذ بالله منه، فترى فيه ما يفزعك وأحيانا ما يحزنك، وتكون من اللوم مهموم. يعني تقول الحمد لله أنا صحيت. فسأل رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم لكتب سفين لاتن انجلش كوتلي The vision in your dreams are three categories. The first and highest class is from Ar-Rahman, from Allah, which may come true. Or maybe he is talking to you. He's inspiring you with a certain issue about future, about yesterday, about today. That could happen. The second group is from your own self. I will give you an example. If you are hungry, what you see in your dream? Food. If you are so tired, you want to see the bathroom, what you see in your dream? You keep looking for bathrooms. And so on. If you feel very cold and shaken because you're not covered, you keep the blanket away from you. The third category is from the devil. Makes you very upset. See bad news. See bad vision. Once you get up, you say, Alhamdulillah, it was just a dream. And you maybe stay all the day sad because of what you see, what you saw. فأما ما تراه من الشيطان فيسمى بالحلم. سمى بالحلم. ماذا أصنعه؟ انظر على كتفك الأيسر وادخل ثلاث مرات واستعذ بينهن من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرويها لأحد. طب ليه؟ فإنها لن تضره. يعني أنت شايف واحد في المنام عمال يجري وراك ويضربك، لو حكيتها لأحد لربما ضرك. وخير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا ترويها لأحد فلا ترويها لأحد وتخلص منها. كيف تتخلص منها؟ تستعذ بالله ثلاث مرات وتدخل بينهم. انتهى وانتهى. So the group from the devil, once you see a very evil vision, فضل. What to do? Let's follow the commands of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. First, once you get up, say أعوذ بالله من الشيطان الرجيم three times and sit slightly between each two of them. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم and then you sit slightly. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. You sit slightly till you finish the third one. And Rasulullah صلى الله عليه وسلم said, and don't mention that vision to anyone whatsoever. Why? Not to harm you. Not to cause a harm for you. حتى لا تضرك. Maybe if you will say it to someone, maybe it will reflect somehow with evil move against yourself in the life. So listen and obey to the guidance of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. The middle one, which is from your own soul, all what you have to do is to just make a sandwich for yourself or run to the bathroom. Okay? End of the story. Or whatever you can do. The third one, which is a tough one, could be seen by the righteous person, could be seen by a wicked one, or by a kafir one. الرؤية الصالحة يراها الكافر. نعم. لما يراها الكافر؟ لما لا يراها المؤمن فقط؟ لأن أحيانا تصل
تفضل بارك الله فيكم. والله أنا سعيد جدا سعيد جدا يعني، لأن المسجد أفضل مما أتصور، والقوم في المسجد أكثر أجلا مما أتصور. فلقد قلت لهم مرة واحدة، من أراد أن يغادر الدرس فليستأذن، ولن أمنع أحد، كلهم يستأذن سبحان الله. وعوا الأمر لأن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتزموا به. أسأل الله أن يبارك لكم جميعا. It's amazing what I see, It's really, I'm really impressed because I said once before you leave the class for any reason, just take an excuse, ask it for an excuse yourself. And everybody's doing that. Why did I say it once? And it took half a minute. And everybody's following that. Why? Because the hearts are clean. They need to learn. They need to live according to the Sunnah of Rasulullah صلى الله عليه وسلم, which is amazing. Wallahi, it's amazing to live according to the Sunnah of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Once again, الرؤيا قد يراها العبد الصالح أو الأمة الصالحة. أرجو من الأخوات، كلما قلت العبد الصالح أنا أقصد ذكر أو أنثى، حتى لا يتصورنا أني أنحاز إلى الرجال فوق النساء، لا والله. ولكن هكذا كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم بلغة الغالب. الغالب الرجال يخرجوا إلى المساجد إلى الدروس أكثر من النساء، فخرج الكلام مخرج الغالب. فأرجو من النساء الأخوات الفاضلات ألا يحملن ذلك في صدورهم ظنا أني أنحاز للرجال على النساء. طيب، فالرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح، ويراها العبد الفاجر، ويراها العبد الكافر. ولما يراها الكافر أو الفاجر؟ قد يريهم الله، قد يريهم الله عز وجل الرؤيا الصادقة ليرتدعوا، كأن يرى مثلا هو عبد فاجر يشرب الخمر ولا يصلي ولا يتوضا ويمشي جنبا طيلة النهار، ليس مؤقتا لأنه لا مشكلة أن تمشي جنبا بعض الوقت، ويمشي جنبا ويسرق ويكذب وينشر النميمة ويغتاب الناس ولا يصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم ويعق والديه، ولكن يرى الرؤية الصالحة، فيرى مثلا أنه يؤخذ إلى جهنم رغم أنفه، ويراها ويشم ريحها ويرى ألسنتها ويصيح ويصرخ لا يريد أن يدخلها. فهذه تكون عظة وزجرة، ترجع ولا لا ترجع؟ أو يكون هذا مصيرك؟ فأكثرهم يرجع، أكثرهم يرجع ويتوب إلى الله عز وجل بعدما عاين بأم عينه وبإحساسه الكامل جهنم ولهيبها ودخانها ورائحتها يعني كل شيء فيه، فخاف وارتعد، فلما استيقظ قال تبت يا رب. وهذا هو المراد من وراء هذه الرؤيا، أن يرجع هذا الرجل أو أن ترجع هذه المرأة. أو قد ترى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقد أعطاك ظهره، فإذا جئت من قبل يمينه أعطاك ظهره، من قبل شماله أعطاك ظهره، جئت أمامه أعطاك ظهره، لا تستطيع أن تراه ولا تستطيع أن تكلمه. فهذا لأنك معرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إنذار، اتبع هدي الحبيب، اتبع هديه فتسلم، فتسلم. Maybe the wicked one or cursed one
will see the dream, which is true, like direct inspiration to him, as if he's been taken towards the hellfire. He sees the flames of it, he sees the smoke of it, he sees the two eyes of the hellfire. The hellfire has two eyes. Two eyes. On the day of judgment, they will come out looking to everybody and give a deep out-breath and look at you. So everybody will get on the knees. فيرتعد الناس ويخرون على الركب لما يروا عينا جهنم وهي تنظر يده ويسرى كأنما تنظر من تأخذ. عافانا الله وإياكم. اللهم جنبنا النيران. اللهم جنبنا جهنم وحرها وريحها وشقبها. اللهم جنبنا جهنم وحرها وشقبها. اللهم جنبنا جهنم وحرها وشقبها وخزنتها. So he may see such a dream to be considered the world. Don't you want to be a good believer yet? So this is your destination. Plenty of them want to receive such a thing, and they wake up. The first thing is they say, أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. And they become good people. Some other dream, as if you see رسول الله صلى الله عليه وسلم in the manah, in the dream, and you try to see his face, he keeps turning away from you. You keep trying to see his face, he keeps turning away from you. You talk to him, he doesn't reply you. Why? Because you are opposing his sunnah, and you don't want to live according to his sunnah, so that's a threat. Don't back up and follow the guidance of the best of human beings ever, Allah has created. وَقَدْ يَرَاهَا الْكَافِرُ فَيَكُونُ فِيهَا خَيْرٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ أَوْ لِلنَّاسِ جَمِيعًا عَامَّتُهُمْ وَخَصَّتُهُمْ. ألم تقرأوا سورة يوسف؟ وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. رسل بذلك رسل بآية إلى ما شاء الله من أمر الرؤيا. هذه رؤيا رأها ملك كافر كافر، ولكن أراد الله بها شيئين. الأول أن ينجي مخلصه ونبيه يوسف من السجن. ثانيا أن ينقذ أهل مصر من مجاعة قادمة ولابد. سبحان الله. طب ولما ينقذ أهل مصر مع أنه على الكفر في هذا الزمن في هذا الوقت؟ لأن فيهم نبي الله يوسف، وما من نبي إلا ويرسل رحمة لقومه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رحمة بالمؤمنين ورحمة بالكافرين ورحمة بالطير ورحمة بالحيوان ورحمة بالجن، رحمة للعالم صلى الله عليه وسلم. لتعرف فضل نبيك، لتعرف ما حجمك إلى جوار حجم نبيك، فكيف تعرض عن سنك؟ وهو الذي ما جاء إلا ليكون رحمة بك. قد يكون في أمور السنة بعض الشدة على نفسه، ولكن والله فيها نجاتك، فيها نجاتك. Sometimes the kafir will see the dream, true dream. It will come true. No way out of it. But as we read in Surah Yusuf عليه الصلاة والسلام, and plenty of people they say Yusuf. No? Yusuf. Yusuf. If your name is Yusuf, don't say my name is Yusuf.
ومنين الفيو نشوف. And Allah makes that the dream to be seen by the king while the king was kafir, wicked, kafir. Why? To save his sincere prophet and bring him out of the jail. Allah. Not just to bring him out of the jail. It's easy to bring someone out of the jail. But can you bring him out of? So he planned, subhanahu wa ta'ala, to get his messenger out of that, his prophet out of that jail. But honor. Why honor? Because he put him in the jail because he was accused of sexual abuse with the wife of his master, the guy who bought him. So he brought him out honor. After his how you call it? Bara'atu, yani. After his innocence has been declared to everybody by the king, the same king who saw the dream. فهذه لما يرى الرؤية خلاف الصالحين أحيانا. طيب حتى نؤذن للعشاء، هل أنا أستطيع أن آخذ الأحكام من الرؤى؟ يعني هل ممكن أن يأتيني نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في المنام ويقول لي يا عبد الله لا صلاة عليك بعد اليوم فأطيعه؟ لا يمكن. هل يمكن أن يأتيني أحد الصالحين ويقول مثلا أنا الإمام أبو حنيفة النعمان أو أنا الإمام مالك بن دينار أو أنا الإمام الشافعي إدريس أو أنا الإمام أحمد بن حنبل وأقول لك لا صلاة عليك بعد اليوم، لقد بلغت عبادة الله وارتقيت وارتفعت وأنا أشهد لك بذلك. هل يمكن أن أخذ أحكام من هذا الرؤية؟ لا والله. هل يمكن أن ترى امرأة صالحة منتقبة مغطاة الوجه فيقال لها يمكنك الآن أن تخلعي حجابك فلقد بلغت منزلة من حب الله ما بلغت؟ لا يمكن. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. From the 9 years of Hijrah, the deen has been accomplished. No single dream, even, and that won't happen, but even if you see in your dream, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came to you to change what Allah laid down and forever till the day of judgment. No, you cannot say this. But maybe you can take the advice of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You were about to do something, you saw Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came to you in a dream and saying you were planning, for example, to go right side, I advise you to stay where you are. Yes. Think again about what you decide to do. This is conclusion of the hadith of Al-Fasal al-Mala' al-A'la. هذه والله أعلى وأعظم وأكبر وأجل. قد انتهى حديث اختصام الملأ الأعلى حسب فهمي وحسب قدرتي من العلم، فإن كان فيه نقص أو تقصير فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وإن كان صوابا فذلك توفيق من الله وحده، والله المستعان. This is according to the best of my knowledge, and if any mistake, if any wrong interpretation, that because of my sinful soul and the devil. And Allah, His Messenger, are free of that. And if it was successfully done, that's because of the success from Almighty Allah and him only. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اصحابه وازواجه واهل بيته، والحمد لله رب العالمين، والى اذان الاشهر.